مسح إحصائي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية يتعلق بالخصائص السكانية في الفترة من 14 إبريل وحتى 18 مايو عام 2017. أعلنت عن نتائجه عبر حسابها في تويتر، وتضمن المسح بيانات عدة من بينها الحالة الزوجية والحالة التعليمية والتركيب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين، وساعد في كشف أو اكتشاف مؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسكان. نتابع. مشاهدينا، فاصل ونكمل حلقتنا.